قال ابن تيمية رحمه الله: عمر رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد، جلده الحد سرا، وكان الناس يجلدون علانية، فبعث عمر إلى عمرو بن العاص ينكر عليه ذلك، ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية، ولم يرى الوجوب سقط بالحد الأول، وعاش ابنه بعد ذلك، ابن عمر الذي اسمه عبد الرحمن، عاش ابنه بعد أن جلده في شرب الخمر مدة، ثم مرض ومات، ولم يمت من ذلك الجلد، ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون.